احتراق 50,000 دولار ومائة مليون دينار عراقي في خيمة أحد النازحين في مخيم شاريا بمحافظة داهوك. منذ قليل فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الكبير الذي نشب بعد ظهر اليوم في مخيم شاريا للنازحين، وحسب الإحصائيات فإن الحريق التهم أكثر من 400 خيمة. بردا وسلاما على أهلنا النازحين، وقلوبنا معكم، ربنا يسترها إن شاء الله.